والله يا اخي الكيكارد خصوصا اعتقلوا ابو الكيكارد، يمكن شفت المبلغ وصلت هو الصورة. هو كانت شركه يعني لها اسم بس ما عندها عمل بالعراق، ومن اجوا البنك شاركهم الرافدين ب 15% والرشيد ب 15%. طيب. وكانت يعني ذا فائدة يعني خاصة على المتقاعدين والموظفين اللي سكنت رواتبهم، يعني سهلت الأمور كثير. بس أنا لحد ما طلعت من البنك ما عليها كل مؤشر تعمل، ويمكن قال هذاك اليوم إبراهيم الصمايدة على الأستاذ إبراهيم قال من 2014 فما فوق ما سوت ميزانيتها ولا ينعرف ايش قد ربحها وايش قد خسارتها، والبنوك راضيه والدوله راضيه. ليش؟ ما اعرف. كان سنويا يجيبون لنا الموازنه، ربحنا هالقد، حصتك يا رافدين هالقد، يا رشيد هالقد، وماشيه مثل الساعه. وبتنسيق ويا دائره التقاعد تصدر قوائم بالتقاعد، والكيكارت ما تعطى الا اسمه بقائمه التقاعد. الان اسمع 106 ألف اسم مهمي ومصدري لهم بطاقة الكيكار. قد من يستطيع أن يتلاعب بالقوائم وال هو ما يصدر قائمة أبو الكيكار إلا بإعاز من التقاعد. إذن اللعبة يم التقاعد. يم التقاعد، ولذلك هو اعترف بالتقاعد على أبو الكيكار، قال صدر كذا هوي، هو صدر بناء على توجيه، لأن أبو الكيكار مستحيل يصدر شيء خطأ. يعني أنا الناس ما أعرفهم متمنى وكانوا يجون يمي، بس أنا أقول الحق. يعني هو شلون يأخذ المعلومات مع الأستاذ مقداد إذا مو دائرة التقاعد تعطي اسمه وولادته وسكنه وراتبه ومخصصاته؟ فأعتقد ورطوهم، أعتقد يعني أكو ضغط كان.